بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. اليوم راح ارجع لكم توزيعه اليمنتري. طبعا توزيعه اليمنتري من التوزيعات الجميله جدا نظرا لان له ستايله وطريقته وسياسته الخاصه. تمام، التوزيعه تستخدم واجهه خاصه بها تسمى الواجهه بانثيون. طبعا ممكن تاخذ الواجهه هذه ثبته اذا كنت من الناس اللي تفهم بتثبيت من المصدر والى اخره. طبعا الواجهه تثبت بسهوله على الابونتو. تمام، نظرا لان التوزيع مبني على ابونتو. طيب ايش الجميل بالتوزيعه هذه؟ التوزيعة هذه مناسبة جدا للشخص اللي يحب البساطة، فهي بسيطة جدا. تمام، تفتقر بعض الأشياء، أتكلم الحين عنها بشكل كامل. أوكي، شكل التوزيع الافتراضي هذا هو. تمام، في شريط تحت وفي شريط فوق. الشريط اللي فوق في زر الطاقة، هنا في زر اللي هو المراسلات إلى آخره. ممكن تحط هنا available busy إلى آخره. طبعا available والشغلات هذه خاصة برنامج الامباثي. إذا كان عندك برنامج امباثي والافتراضي موجود برنامج المحادثات الخاص بالتوزيعة هذه، فتقدر أنك تعدل الخصائص هذه هنا، بحيث أنك لو حطيت away يصير هناك away. طيب هنا الاتصال، هنا زر الصوت. طبعا هذه برنامج اللي شغلات هذه. طبعا زر الصوت هنا في ميزه الموسيقى، ممكن تشغله من هنا وتوقفه. في الساوند سيتنجز، ممكن تدخل على هذه وتعدله. طبعا اعجبني برنامج ساوند سيتنجز حقهم، جميل جدا. طيب اعتقد انه هو الافتراضي على ابونتو. الابلكيشنز من هنا. طبعا الابلكيشنز في طريقتين للعرض، في الطريقه الافتراضيه هذه وفي الطريقه هذه. طبعا انا افضل هذه. عندك اذا كنت تحب تفضل الشغله هذه بحيث انك يصير عندك تمرير هنا، جميل بكيفك. طيب ايش هي البرامج اللي جايه مع توزيعها؟ توزيع افتراضي ما فيها برامج كثيره، فيها مدير ارشيف اللي هو برامج مضغوطه وملفات مضغوطه، حاسبه، التقويم حقهم رائع جدا، تصميمه رهيب جدا جدا. الى الحين يحتاج الى مزامنه فقط. اذا كان عندك بريد فما في مزامنه مع تقويمك على البريد، يقولون انهم يشتغلون عليه. دوكيمنت فيور اللي هو يعرض لك الملفات البي دي اف، امباثي هذا برنامج محادثات، فايلز هذا مدير الملفات الخاص بالتوزيعه. مدير الملفات جميل جميل، اتعب وانا اقول لك جميل. تمام، من ناحيه شكله بساطته، لكن معاك اوكي. فما فيه اللي هي شو اسمه امكانيه تخصيصه. اوكي، شلون تقدر تخصص اللي هو الملف مدير الملفات بطريقه معينه، يعني تحط سكريبتات والى اخره. طبعا اذا كنت متعود على الشغله دي. بالمناسبه ناتلوس موجود بالمستودعات اعتقد، تقدر تثبته. طيب اذا انت تحتاج ناتلوس حق جنوم. طيب هذا هو مدير الملفات، يشتغل بضغطه واحده. طبعا التوزيع كله يشتغل بضغطه واحده، فما في دبل كليك. اوكي، هنا في بعض الاشياء زي ما انتم شايفين، الاقراص والى اخره. طيب نكمل. جيري ميل اللي هو برنامج قارئ البريد، روعه. جي بارتد اللي هو تقسيم الهارد ديسك والتعامل مع الهارد ديسكات او اي شيء، هذا برنامج اللي ثبته اللي هو شغل الكاميرا. تمام، الميدوري هو متصفح الانترنت الافتراضي. طبعا معروف الميدوري زي ما انتم شايفين، اختاروه لانه هو بسيط شكله ولانه يناسب تصميمهم. اوكي، فزي ما انتم شايفين. الجدير بالذكر انه النافذه فيها زرين، زر اغلاق وزر تكبير وتصغير فقط. مو بزر تكبير وتصغير، زر تكبير وزر استعاده. كيف تحط زر التصغير؟ لازم تسوي تويكات خاصه بالواجهه، تنزل اللي هو برنامج بانثيون تويك اعتقد اسمه، او اليمنتري تويك ما ادري بالضبط ايش اسمه، ويعطيك بعض الخصائص للتعديل. اوكي، طبعا واحد من الناس اللي ما تحب تعدل على التوزيع، لذلك انا ما راح اسوي الشغلات هذه. طيب هذا الموفي بلاير اللي هو توتم جدا جدا رائع، لا يغني عليه صراحه. الفي ال سي يتفوق عليه، لان لما تركب الفي ال سي يكون الكوديكس جاهز عندك، بينما هذا يحتاج الى كوديكس كان ناقص. ميوزك مشغل موسيقى اعتقد صلحوهم. تمام، انا ما اعرف هو يشبه اللي هو بانشي لكنه مو بانشي. اوكي، زي ما انتم شايفين فينا ما في معلومات عن البانشي، فاعتقد انه يكون هم اللي صلحوه. طبعا التوزيع ميزته انه المطورين القائمين على توزيعه قاعدين يسوي لهم برامج خاصه بهم، فهذا جيد جدا جدا، يضمن لك انه تمشي مع سياساتهم. اوكي، سكراتش وهذا هو افضل شيء اعجبني بالتوزيع اللي هو مدير ملفات النصيه. طبعا لان كثير استخدم هذه انا وغيري طبعا من البرمجيين، فشيء طبيعي انك تتعامل مع الملفات هذه. اعجبني انه بسيط، ما في شيء، تكتب وتسكر. طيب اوكي، انا رحت من الشاشه، وين رحت يا مدير؟ اوكي، مينيمايز. طبعا مينيمايز موجوده هنا، ما موجوده بس كزر. رحت مره ثانيه. طيب ارجع. اوكي، طبعا انا رحت بسبب اني كنت مسوي شغله هنا، قاعد اجرب التوزيعه مره ثانيه. رحت خلاص المره بس الرجل وبس العاقل وبضغط هنا. طيب نكمل بقيه البرامج. سكرين شوت عشان تاخذ صوره، شات ويل برنامج تنظيم الصور، سمبل سكان عشان تسوي سكان، سوفت وير سنتر وهو نفس السوفت وير سنتر الخاص بالابونتو، فما راح يفرق عليك شاجي اذا كنت من مستخدمين الابونتو. تمام، يا صورتي العزيزه. اوكي طيب نجي هنا ونكمل. عندك الابديت مانجر الخاص بالابديت، وعندك التيرمينال. التيرمينال ايضا شكله رهيب جدا صراحه وبسيطه. تمام، ما في معلومات عنها، ما ادري، ما اعتقد في معلومات عنها، ممكن هم مسوينها. اوكي، نروح نشوف الابديت مانجر. خلصنا. اوكي، هذا هو البرامج اللي جايه مع توزيعه. ماذا عن الشريط السفلي؟ الشريط السفلي زي ما انتم شايفين في البرامج الاكثر استخدام اللي هي ميدوري، جيري، امباثي، كالندر، عندك ميوزك، موفي بلاير، شوت ويل، والسيتنجز.
ندخل على السيتنجز اللي هي الاعدادات. طبعا في برنامج هذه وفي هذا راح يظهر لك انستول او اس عشان تثبت التوزيع اذا كنت من اللايف سي دي. هنا ممكن تتحكم بالاضاءه الخاصه بالشاشه تمام. هنا البرامج الافتراضيه حلوه جدا، تختار برامجك الافتراضيه من هنا مباشره، ايش هو متصفح الملفات، ايش هو متصفح الانترنت والى اخره تمام. التوزيع تدعم اللغه العربيه، اعتقد تدعم اللغه العربيه، لكن اعتقد انه زر الابلكيشنز هذا ما راح يكون يمين، راح يبقى يسار تمام. لانجويج سبورت اللي هو دعم اللغه، البرايفسي هنا في بعض الاعدادات الخاصه بالخصوصيه زي مسح اخر الملفات اللي عندك، تسوي الاستعراض والى اخره. برامج بدء التشغيل ممكن تثبت من هنا التعريفات اللي هي ديشن درايفرز كالوز، تعديل الالوان كرت الشاشه، ديسبلايز اللي هن كروت الشاشه اللي عندك، كيبورد لازم نمر عليه هذه على السريع، اذا حاب تكتب بالكيبورد اضغط على اللاي اوت، اضف من هنا اللاي اوت اللي تبيه كلغه عربيه، ثم روح للاوبشنز واختر زر التبديل اللي تبيه من هنا. اوكي ماوس اند تاتش باد، هنا تعديلات وايضا مهمه جدا اذا كنت تستخدم التاتش باد، في هنا اعدادات لازم تسويها. باور الخاص بالطاقه اذا كان على البطاريه، اذا كان على السلك، متى توقف الشاشه الى اخره. هنا الطابعات وهنا الصوت وهنا القلم الخاص بالشاشه تمام. عندنا كبلتوث وعندك نتورك، هنا اباوت، هنا بعض المعلومات عن التوزيع، لما تدخل تشوف في كلام كثير عن توزيعه، طبعا توزيعه جدا 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 ممتازه. اوكي في عندنا ايضا ديت اند تايم، في عندك يونيفرسال اكسس لذوي الاحتياجات الخاصه، وفي عندك بالنهايه يوزر اكاونتس علشان المستخدمين. طيب خلينا ندخل على الديسكتوب مثلا، لو ندخل على الديسكتوب تشوف هنا فيه تعديلات الديسكتوب، سطح المكتب، الديسكتوب سطح المكتب ما فيه زر يمين، يلزمك تركب برنامج عشان تفتح الزر يمين. عن نفسي لو بستخدم التوزيع هذه، طبعا انا استخدم على اللابتوب ما راح ثبت البرامج هذه، لاني دائما احب اتبع سياسه مطور التوزيع لانه هو عارف ايش قاعد يسوي، فما احب اسبب مشاكل بالتوزيع، احب استخدم اشياء اللي هو قال لي، لكن من هنا تقدر تسوي اللي تبي بالبرنامج تمام. لاحظ انه في خلفيات جميله جدا من ضمن الخلفيه هذه تمام. طبعا راح اخذ الخلفيه هذه بالمناسبه، مستودع البرامج حقهم مليان خلفيات، ممكن هنا تختار ما بين خلفيات او صور من عندك او تختار كاستم، تختار اللي تبي. اوكي عندك الدوك اللي هو الشريط العلوي السفلي، ممكن هنا تختار الايقونات، عن نفسي افضل لارج تمام، مزعج احب الايقونات الكبيره. طيب في عندك هنا دونت هايد بحيث انك ما تخفي ابدا، هنا انتليجنت هايد اللي هي يظهر اذا كان في مساحه للظهور له. اوكي هذا يعني انه لو كبرت الشاشه الان ما راح يظهر، ليش؟ لانه الشاشه عندي غطت الشاشه، لما تجي هذه النافذه فوق يظهر. لكن في فرق ما بين انتليجنت هايد والهايد اون ماكسمايز تمام. لاحظ معي الان الشاشه هذه هي الناشطه، لما اضغط على الشاشه هذه، الشاشه هذه هي اللي ناشطه وطلع هايد الماكسمايز، بينما انتليجنت هايد هذه لها اعتقد توقيت او شغله معينه بحيث انها تظهر. اوكي في عندنا في النهايه اللي هو اوتو هايد، يختفي لما تمرر الماوس يظهر. وفي عندك الثيم، طبعا حنسوي احنا هايد والماكسمايز ونسحب هذه. الثيم من هنا زي ما انتم شايفين، في ثيمات زي ترانسبيرنت بدون ثيم، طبعا اكثر شيء عجبنا اللي هو الديفولت الثيم الافتراضي هذا، وفي عندك اللي هو الثيم بانثيون، طبعا في ثيم ماتي اللي يحب الماتي، ما هذا ثيم الماتي، ما ادري اسمه ماتي او ماتا او اقرب شيء له انه ماتي. طيب في عندك الهوت كورنرز، وهذا هو الشيء اللي احنا خربطناه قبل شوي، لانه ما في زر تصغير، فانا استخدم خاصيه مثلا انه لما مر الماوس فوق يسار يسوي له تصغير. اوكي بدون ما اضغط على زر، طبعا زي ما قلت لك انه في امكانيه انك ترجع زر التصغير، لكن اتبع سياسه التوزيع افضل عشان تحصل على افضل اداء تمام. فانت ممكن هنا تختار مثلا لما مر الماوس مثلا بالجهه اليسرى ايش راح يصير، طبعا ممكن تختار اي خيار من هذول وتمر الماوس تشوف يصير زي ما شايف صار الخيار هذا. ممكن تحط ماكسمايز مينيمايز اي شيء. طيب تقريبا انتهى اللي هو مراجعة هذا التوزيع. قبل ما انك تسكر الدرس هذا او المراجعة هذه، حاب اعطيك بعض المعلومات. توزيع مبني على البونتو، هذا يعني انه متوافقة تماما مع البونتو، لا تخاف برامج البونتو موجودة هنا، صحيح ما فيها برامج بس تقدر تنزل برامج. التوزيع ممتاز جدا للمبتدئ تمام، ممتاز جدا حتى للمحترف، لكن في نوع من المحترفين او المتقدمين ما يحبون التوزيع هذه، وانا منهم تمام. قلت انا منهم، احس اني مهايطي صراحه واستعرض، لا مو بالموضوع هذا، الموضوع انه احب اخصص، فالتوزيع هذه ما تعطيني خصائص، لذلك ما راح استخدم على الكمبيوتر الافتراضي، راح استخدم على اللابتوب تمام، لانه ما راح تسوي لي الامكانيات اللي انا ابي. اوكي زي ما انتم شايفين امكانيات التخصيص ضعيفه جدا هنا بالواجهه هذه. المستخدم سواء كان محترف او غير محترف، اللي يحب استخدام النظام زي ما هو او يحب استخدام نظام بسيط جاهز بدون تخصيص، هذه التوزيعه ممتازه. انتهى الدرس، استمتعوا. التوزيع يقال انها ستبنى على الدبيان، اذا بنيت على الدبيان راح تعطينا استقرار وفتره دعم طويله جدا، حاليا هي على بونتو ما في شيء خلاص. نصيحه، اذا كنت انسان تبي التخصيص ما تستخدم التوزيع هذه عشان ما تصدع براسك، استخدم توزيعات ثانيه، ارتش لينكس
اول شيء مبني على ارش لينكس، هي راح تساعدك بالتخصيص. في امان الله، خلونا نسكر البرنامج اول شيء، نسحب هذه هنا زي العاده، ثم نقول كذا، ثم نقول لكم باي باي.